السلام عليكم. بدون أي مقدمات، أنا برأيي الشخصي مسلسل فروم من المسلسلات المظلومة إعلاميا، فبصراحة ما شفت كثير من الناس حكوا عن هالمسلسل، لكن بالنسبة إلي فروم مسلسل قوي، مسلسل مشوق، مسلسل ممتع، بخليك تشوف حلقة ورا حلقة بدون أي ملل. فاللي ما بيعرف قصة المسلسل، متى نزل الموسم الأول بهالفيديو راح أعطي لمحة عن القصة وآخر الأخبار عن الموسم الثاني. وقبل ما أبدأ يا ريت تترك لايك وتشترك بالقناة ويلا معاي. It's important for you to understand what happens after dark. Lock your door. Nail your window shut. You do these things, your family's gonna be safe. Safe from what? الموسم الأول من فروم بدأ عرضه في فبراير 2022، وهالموسم مكون من 10 حلقات. وطبعا جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل فروم حصل على تقييم 7.6 على موقع IMDb و95% على موقع روتين توميتوز. واما بالنسبة لي فتقييمي للموسم الاول كان 9 من 10. واكيد قبل ما ابدأ بالقصة حاب احكي عن نقاط القوة ونقاط الضعف بالموسم الاول. اما عن نقاط القوة فالقصة اكثر نقطة قوة لها المسلسل. القصة كانت غريبة، كلها غموض وكلها تشويق، كلها ترقب للاشي اللي حيصير فيما بعد. ونقطة القوة الثانية اكيد الممثلين، فجميع الممثلين بهالمسلسل ادوا دورهم كما يجب واكثر. اما عن ثالث نقطة قوة فهي طريقة تقديم القصة. بصراحة قدمونا القصة بطريقة سلسة وطريقة سهلة لا بعد الحدود. وأما عن نقاط الضعف فهي بالنسبة لي نقطة ضعف واحدة، هي طرح الكثير والعديد من الأسئلة اللي ما جاوبوا عن ولا سؤال برأيي الشخصي مع نهاية الموسم الأول. طبعا اللي بقصده قصة رئيسية، أما عن وضع بعض العلاقات بين الشخصيات تم شرحها بشكل جميل برأيي الشخصي. لكن بالنسبة لي ما عندي مانع أنه أشوف الكثير من الأسئلة وكثير من الغموض إذا راح يجاوبوها بالموسم الثاني. وبالمناسبة تم الإعلان أنه الموسم الثاني راح يكون مكون من 10 حلقات وراح يعرض ب 2023، لكن بأي شهر لسه ما عرفت. حاب قبل ما أتناول القصة بشكل عام أحكي لكم شوي عن الشخصيات الرئيسية. بالبداية عندنا شخصية بويد. بويد هو الشريف أو الشرطي المسؤول في البلدة اللي بتصير فيها أحداث المسلسل. وأما الشخصية الثانية فشخصية القس أو رجل الدين في البلدة. أما الشخصية الثالثة فهي شخصية سارة، وهي أحد سكان الغريبين لهالبلدة، وأكيد عائلة زوجين جيم وتابيثا وأولادهم جولي وإيثان. أما عن قصة هالمسلسل فبتحكي عن بلدة سكانها جميعهم وصلوا لهالبلدة لكن ما قدروا يطلعوا منها، زي ما شفنا وفرجونا من خلال عائلة جيم وتابيثا كيف حاولوا يطلعوا من هالبلدة، لكن ضلهم يمشوا في دائرة مغلقة. كل ما حاولوا يطلعوا بلاقوا حالهم في هالبلدة فما قدروا يطلعوا. Stay on the road. Did we turn لكن مش هون المشكلة الأعظم للأسف. لكن المشكلة الأعظم إنه هالبلدة بعد غروب الشمس بنتشر فيها وحوش بشرية أو وحوش على هيئة بشر، فأكيد أي شخص طالع من بيته بعد غروب الشمس راح ينقتل. طبعا جدير بذكر إنه كمان أي شخص جوا بيته مش مسكر شبيك بيته، مش مسكر الأبواب، مش حاط حجر معين، راح تدخل هاي الوحوش البشرية للبيت وتصير المصايب. I've missed you so much. Megan, what are you doing? Maybe I can come in. فعلا القصة مشوقة والأحداث بتجذبك وبتخليك تستنى حلقة ورا حلقة لحتى تشوف شو راح يصير. وأنا بهالفيديو ما راح أدخل تفاصيل الحلقات تفاصيل الموسم الأول، لكن إذا حبيتوا نعمل فيديو عن تفاصيل الحلقات أو عن إشي معين بالحلقات يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات. لكن برأيي الشخصي وزي ما قلت في البداية هالمسلسل مظلوم، مسلسل بيستحق المشاهدة وبيستحق الترقب للموسم الثاني. فصحيح إنه مع نهاية الموسم الأول ما تم الإجابة عن أي سؤال، لكن انا حبيت الموسم الاول ومترقب للموسم الثاني. زي ما قلت انه صناع هالعمل اعلنوا ان الموسم الثاني راح يكون ب 2023، واعلنوا قبل يومين انهم وسعوا دائرة الممثلين في الموسم الثاني، فخلينا نستنى. اكيد بالنهاية حاب اشكركم على المتابعة، يا ريت تتركوا لايك. كان معكم باسم، مع السلامة.